وبالنسبة للأخبار اللي حصلت في المحافظات يوم أمس، تم انطلاق موسم حصاد القمح في الفيوم، وكمان تم الإعلان عن تطوير شبكات الكهرباء بتكلفة بلغت 1,400,000,000 جنيه في شمال سيناء. ده غير أخبار تانية مهمة في أسيوط وسوهاج وكمان محافظة الغربية. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح في المحافظات، البداية من الفيوم اللي انطلق فيها موسم حصاد القمح المحلي لعام 2022 من داخل أحد الحقول الزراعية بقرية منشأة رحمي التابعة لمركز أطسا، وسط سعادة كبيرة من المزارعين بجني محصول القمح. في شمال سيناء تم الإعلان عن إن قطاع الكهرباء استثمر حوالي 1.4 مليار جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء في شمال سيناء خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى الآن. في أسيوط وافق مجلس جامعة أسيوط في جلسته الأخيرة على تعيين 20 أستاذ مساعد بكليات الطب والعلوم والهندسة والصيدلة والتربية النوعية والخدمة الاجتماعية. في سوهاج قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجة بأعمال تطوير ورصف 22 شارع داخلي بالأسفلت بطول 10 كيلو متر وتركيب 1050 متر بلاط انترلوك بالشوارع الفرعية والحارات الضيقة بتكلفة إجمالية بلغت 24.5 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية. في الغربية قال الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري إن إجمالي ما تم تحصينه 248 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع على مستوى المحافظة، وده خلال الحملة القومية الأولى لعام 2022 اللي هتستمر حتى نهاية إبريل الجاي.